وتقرأ الله يرضى عنكم. الكتب يعطوه، ما حصلت كتاب الموقع موجود، ما حصلت موقع يأخذ واحد من هؤلاء الطلاب القدامى اللي درسوا قل تعال اسأل، إذا لم يجب ائتني به. مفهوم؟ أي نعم. كيف يحضر ولا يحضر؟ يا أستاذ بعد الدرس أعطوا كتاب. فإخواننا مهم جدا والله الضبط والحفظ. أخذنا في هذا القسم بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الأول، وفيها بطلان عبادة ما سوى الله وعبادة الأصنام. الباب الثاني بطلان عبادة الملائكة عليهم السلام، أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف، بطلت عبادة الملائكة غير من باب أول عليهم السلام. بطلان الشفاعة، بطلان الهداية. إذا لا يعبد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم بالتوحيد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. غدا إن شاء الله تعالى ممكن نأخذ إلى باب ننتهي من باب أعمال الشيطان إن شاء الله.